من بعد ما شاركت رغدة فيديو على يوتيوب بعنوان صار معي مصيبة واللي تسرب من خلاله رقم هاتف أبو الرب، من بعد ما اتصلت فيه رغدة خلال تصويرها للفيديو شارك أحمد أبو الرب ردت فعله من بعد ما تسرق برقم هاتفه واتصل فيه مئات من الأشخاص بهالستوريهات على انستغرام. ما شاء الله ما شاء الله رغدك رجعت على يوتيوب يا جماعة، وتاني فيديو إلها سربت رقمي في الفيديو، سربت رقمي في أما ياسو تي في. ومن بعد ما شاركت فيديو على يوتيوب كان موضوع قراءة رسالة وصلتها من طرفها من سنة 2015 واللي بكت ياسو من بعد قراءتها للرسالة. اتهمها البعض بالكذب وأن الرسالة مو من سنة 2015، واختارت ياسو الرد بهالستوريهات على انستغرام. هلو كيفكم؟ بعد فيديو اليوم كتير ناس قاعدين يكتبولي كيف من 5 سنين وصلتك الرسالة؟ ما غيرتي تليفونك يعني؟ ما غيرتي إيميلك؟ ما بعرف شو. أوكي، وإذا يعني أنا غيرت تليفوني، إذا الإيميل موجود عندي، ليش مثلا إذا أنا عندي إيميل؟ في ناس عندهم إيميلات من 10 سنين و11 سنة و20 سنة كمان، ما ضروري يعني يكون أنا عندي إيميل موجود هلأ. أما دايلر فرجع على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على انستغرام، حيث عم يتفاعل بشكل كتير كبير، حيث فتح لايف مؤخرا وشارك عدة صور وستوريهات على انستغرام. فكم نسبة حماسكم لعودته على يوتيوب؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما عائلة أنس وأصالة وأسامة مروة وأحمد النشيط فرح يشاركوا بث مباشر هذا المساء لحملة ابقونا دافئين لمساعدة اللاجئين مع منظمة الـ UNHCR، واللي حكوا عنه وعن فكرته بالفيديوهات السابقة. نراكم بكرة، أول بث مباشر هو للاجئين، حنكون هيك لابسين نحن بالثلج. نعم، وبس. والهدف هو شلون الهدف مبين؟ الهدف نسيت الهدف، نسيت نجمع أكبر عدد من التبرعات، ولما أنتم تتبرعوا نقدر نحط إحرام علينا. نعم. هلا درجة حرارة ناقص 2. أوكي، نراكم بكرة، السلام عليكم. أما نور ستارز وبآخر ستوريهات على انستغرام كشفت رسميا أنها خضعت لعملية تجميل لأنفها بهالفيديوهات، ورح تنزل فيديو تحكي فيه بالتفصيل عن العملية اللي خضعت لها وسبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي. فكم نسبة حماسكم لعودة نور ستارز؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.